مرحبا أعزائي، كيف حالكم اليوم؟ تعلمنا في السابق أن الكلمة تتألف من مجموعة أحرف. اليوم سنقوم بتمرين حول هذا الموضوع. انظروا معي إلى هذه الورقة، ألاحظ وأرتب الحروف للحصول على الكلمة المناسبة. انظروا إلى الصورة الأولى، لدينا هنا صورة حيوان، وهذا الحيوان ما لونه؟ بني. إذن لدينا صورة حيوان بني. انظروا إلى هذه الحروف، هذا الحيوان يتألف اسمه من ثلاثة أحرف، الدال، الراء، والقاف. رتبوا معي هذه الأحرف لكي نحصل على اسم هذا الحيوان، دال وراء وقاف. سأساعدكم، نبدأ بالقاف، إنه القرد. إذن هذا الحيوان اسمه قرد، سأكتب اسمه هنا، قرد. هذا قرد. هل تعلمون ماذا يأكل القرد؟ إنه يتسلق الأشجار ويأكل الموز، يحب الموز كثيرا. الصورة الثانية، انظروا إليها، نحن نحب هذا الشيء كثيرا، دائما نسعى للحصول عليه. انظروا إليها، مغلفة بألوان وبشريط ملون جميل، وهي ضاحكة. ما هي؟ انظروا إلى الحروف، التاء المربوطة، أين تأتي التاء المربوطة دائما؟ هل يمكنني أن أجد كلمة تبدأ بتاء مربوطة؟ كلا، التاء المربوطة تكون دائما في النهاية. الهاء، ها، هاء وعليها فتحة، الياء وعليها شدة، ي، والدال المكسورة. إذن تن، ها، ي، ودي. إذا جمعنا هذه الحروف ورتبناها معا يصبح لدينا أو تصبح لدينا كلمة هدية. هذه الصورة تمثل هدية، سأكتب هدية. إذن قرد، هدية، جمعنا هذه الحروف. الصورة الثالثة، ماذا لدينا هنا؟ انظروا جيدا، حيوان يقفز كثيرا وهو أخضر، أخضر اللون، تحدثنا عنه في حلقة سابقة. إنه، انظروا إلى الحروف، عين، ضاد، دال، وفاء. إنه الضفدع. إذن سأكتب هذا ضفدع. هذا هو الضفدع، حيوان أخضر يقفز بين النباتات ويقفز أيضا إلى المياه. لدينا حيوانات أو من الضفادع تعيش في المياه. انظروا إلى الصورة الرابعة، ماذا لدينا هنا؟ حشرة صغيرة وهي جميلة وملونة، انظروا إليها. شاهدوا هذه الحروف، واو، دو، الدال المضمومة، تو أو تن، التاء المربوطة التي تأتي في نهاية الكلمة، ود، دال مفتوحة. إذا جمعنا هذه الحروف تبدأ دودة، هذه دودة، سأكتبها دودة. الآن لدينا صورة ماذا؟ حيوان صغير يظهر هنا صغيرا، ولكنه أيضا نرى منه حيوانات كبيرة أيضا، هناك من هذا الحيوان حيوان كبير. انظروا، إذن حرف الباء مع شدة، أي لدينا حرفا باء ودال، هذا هو الدب. إذن سأكتب دب، وهنا لدينا دب صغير. أما في الصورة الأخيرة ماذا لدينا؟ لدينا شخص يحمل معه سمكة وصنارة، على ما يدل هذا الشخص؟
ماذا نفعل بالصنارة؟ نصطاد. دال صاد ياء مع شدة وألف، هذا صياد. اكتبوا معي صياد ولا تنسوا وضع الشدة. إذن هذه هي الكلمات التي تدل على صور في هذا التمرين. انتقلوا معي لكي نقرأ نصاً في الفقرة الثانية. أنا الفأر الرسام، أرسم صوراً بالألوان، أرسم بيتاً، أرسم نهراً، أرسم بحراً وطفلاً يلعب بالألوان. أنا الفأر الرسام، أنا الفأر الفنان، أنا الفأر الرسام، أرسم صوراً بالألوان، أرسم بيتاً، أرسم نهراً، أرسم بحراً وطفلاً يلعب بالألوان. أنا الفأر الرسام، أنا الفأر الفنان. تعالوا معي لكي نقرأ معاً هذا النص، نراجعه معاً، وهو النص الذي قرأناه في الحلقة الماضية. اقرأوا. الفأر الرسام: كانت الفئران تسخر دائماً من فأر هزيل يقضي معظم أوقاته في التمرن على الرسم، فتقول له: اترك الرسم وقم بأمر يأتيك بنتيجة، فحياتك عرضة لمخالب القط. وكان الفأر لا يبالي بنصائح رفاقه. في يوم من الأيام فاجأه قط فانقض عليه وتمكن من الإمساك به. صاح الفأر: انتظر، لن تتمتع بأكلي، فأنا هزيل الجسم وعظامي أكثر من لحمي. أجابه القط: إذا عملت بنصيحتك سأظل جائعاً. فأشار الفأر إلى سلة القمامة واقترح عليه أن يبحث فيها، عساه يجد طعاماً ليأكله. تمكن الفأر من خداع الهر فقفز من بين مخالبه، نقول بين وليس بين، وأسرع نحو جحره. لم يجد القط شيئاً ليأكله وتوجه إلى جحر الفأر وقال له: لقد نجحت اليوم في خداعي، ولكنك لن تخدعني ثانية. إذن هذا هو النص الذي قرأناه. سأراجع معكم بعض المعاني. الفئران هي من الشخصيات التي كانت تتحدث في هذا النص، وكانت تتوجه بالحديث إلى الفأر الذي هو الشخصية الأساسية الرئيسة. هذا الفأر ماذا يحب؟ ما هي هوايته؟ قلنا هو فأر يرسم، فأر رسام. لم يكن يريد أن يسمع من الفئران، لا يريد أن يسمع النصائح، لا يريد أن يقوي نفسه، يريد أن يرسم. ولكنه كان فأرا ذكيا. ماذا فعل عندما هاجمه القط؟ قال له أن يذهب ويبحث في سلة المهملات، وهكذا أفلت منه وظل القط في النهاية جائعاً، لم يأكل الفأر. سننتقل معاً إلى لكي نقوم معاً بهذا التمرين. تعالوا معي. انظروا هنا إلى هذا التمرين. لأكتشف بناء القصة أكتب الجملة المناسبة تحت المرحلة التي تدل عليها. تعلمنا أن القصة أو أن في كل قصة وضع أول، وهو البداية. تكون البداية هانئة هادئة، لا يحصل فيها أمور قوية أو أمور خطيرة. البداية الزمان والمكان والشخصيات فقط.
بعد ذلك يحصل أمر مفاجئ فجأة، يحصل أمر خطير يواجه الشخصية الرئيسة. بعد ذلك ماذا يحصل؟ هناك عقدة تتأزم الأحداث لكي نصل لاحقاً إلى الحل. سنقرأ معاً هذه المراحل التي جرت في هذه القصة، ثم سنضعها في المكان المناسب من الترسيم. الفأر الرسام هو عنوان النص وهو الشخصية الرئيسة. نجاح حيلة الفأر وإفلاته من القط، هذه مرحلة قد حصلت في هذه القصة. قط جائع لا يجد سوى الفأر مأكلاً له، لم يجد سوى الفأر. القط يمسك بالفأر ويهدد بأكله. الثالثة أو المرحلة الثالثة، القط أمسك بالفأر وهدد بأن يقتله. انظروا إلى هذه الترسيمة. الفأر الرسام، الوضع الأولي، كيف بدأت هذه القصة؟ فأر يهتم بالرسم ولا يبالي بنصائح رفاقه. إذن هكذا بدأت القصة، اتفقنا أن الفأر هو فأر لا يبالي بالنصائح، هو فقط يحب أن يرسم، دائما يرسم. العنصر المبدل، سأضع أرقاما هنا لكي نضعها ونحدد مكانها في الترسيمة. 1، 2، و3، ثم سأضعها هنا في مكانها المناسب. ما هو العنصر المبدل الذي غير مجرى الأحداث في هذه القصة؟ ما الذي بدل الوضع الذي كان الفأر فيه؟ نجاح حيلة الفأر وأفلاته من القط، هل هذا ما غير الوضع؟ قط جائع لا يجد سوى الفأر مأكلاً له، لم يجد سوى الفأر. إذن ما هي المشكلة؟ ما هي الأزمة التي واجهت الفأر؟ أن قطاً جائعاً أتى وأراد أن يأكله. سأضع رقم 2 هنا مكان العنصر المبدل. إذن العنصر المبدل الذي غير مجرى القصة كان مجيء القط الجائع. العقدة، ما هي العقدة؟ كيف تأزمت هذه الأحوال؟ نجاح حيلة الفأر وإفلاته من القط، هنا نجحت الحيلة، أو القط يمسك بالفأر ويهدد بأكله، أين تأزمت المشكلة؟ أين أصبح لدينا مشكلة كبيرة؟ أصبحت لدينا مشكلة كبيرة عندما ماذا حصل؟ القط أتى وأمسك بالفأر. إذن رقم 3 هنا العقدة، أمسك بالفأر. أما الحل فكيف وجد هذا الفأر الحل؟ كان ذكياً وأوجد الحل بطريقة جيدة. ماذا فعل؟ احتال على القط، قال له أن يبحث في الكمامة أو في سلة المهملات لأنه هزيل ولن يشبع القط إذا أكله. لذلك نجاح حيلة الفأر وإفلاته من القط هو الحل. سأضع هنا رقم 1. هذا هو بناء هذه القصة، هكذا بنيت على أساس الوضع الأول، العنصر المبدل، المشكلة المفاجئة، العقدة، كيف تأزمت الأحوال، ثم الحل. وطبعا في كل قصة لدينا وضع أخير وهو وضع أيضا هادئ مثل الوضع الأول. في النهاية ارتاح الفأر وأفلت من مخالب هذا القط. إذن هذا هو الوضع النهائي، وضع هادئ. هكذا أنهينا بناء القصة. ننتقل إلى هذا التمرين الثاني. أربط ما في العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني. سنربط ما في هذا العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني. اقرأوا معي الكلمات. أحسن، ما معنى أحسن؟ نقول فعل شيئاً حسناً. أحسن أي قام بأمر جيد حسن. خدع، ما معنى خدع؟ خدع أي فعل أمراً مخادعاً، ضحك على شخص وقال له أموراً غير حقيقية. إذن خدعه، قال له أموراً غير حقيقية. هازئة، ما معنى هازئة؟ استخدمنا المرادف لهذه الكلمة في النص، نقول سخروا منه أي هزئوا به.
هزئة أي سخرة، سخرة أي قال كلمات فيها سخرية، كلمات سلبية عن شخص معين. وقلنا أن هذه السخرية هي أمر سيء جدا، ليس علينا أن نسخر من بعضنا ولا علينا أن نخدع بعضنا، هذا خطأ. ساخرة هي كلمة تعلمناها في النص، سخرية ساخرة. أتقن، ما معنى أتقن؟ أتقن هو فعل يدل على أن الشخص قد عمل عملاً بطريقة جيدة جداً. أتقن أي قام به بطريقة جيدة مثالية. غش، هل الغش هو أمر جيد؟ غش أي قام بأمور سيئة، مثلاً نحن أحياناً نغش في الامتحانات، نأخذ الإجابة من أصدقائنا، هل هذا أمر جيد؟ كلا، انتبهوا، الغش هو أمر سيء جداً، ليس علينا أن نغش في الامتحانات. إذن أحسن، هذه الكلمة ما هو مرادف؟ أي الكلمة التي تحمل نفس المعنى مثل كلمة أحسن. ساخرة؟ كلا. أتقن؟ نعم، أحسن أي أتقن، أجاد صنع الشيء، فعله بطريقة جيدة. سأضع خطاً من أحسن حتى أتقن. إذا أحسن معناه أتقن، تعلموا هذه المفردة. الكلمة الثانية خدع. قلنا أن الخداع هو أمر سيء جداً، ليس علينا أن نخدع بعضنا. ما معنى خدع؟ ساخرة؟ هل خدع معناه ساخرة؟ كلا، خدع معناه غش. ما معنى غش؟ غش قلنا أي قام بأمر ممنوع، قام بأمر ممنوع وليس عليه أن يقوم به، أو قال كلمات تحمل معان أخرى خاطئة. إذن ليس علينا لا أن نخدع ولا أن نغش. سأضع خطا من خدع حتى غش. والكلمة الثالثة والأخيرة هازئة، تعلمناها هازئة أي ساخرة. وقلنا أيضاً ليس علينا أن نسخر من بعضنا ولا أن نهزأ من بعضنا البعض. تعلموا هذه المفردات جيداً وراجعوها للحلقات المقبلة، وأنا أراكم لاحقاً. إلى اللقاء. أنا الفأر الرسام، أرسم صورا بالألوان، أرسم بيتا، أرسم نهرا، أرسم بحرا وطفلا يلعب بالألوان. أنا الفأر الرسام، أنا الفأر الفنان، أنا الفأر الرسام، أرسم صورا بالألوان، أرسم بيتا، أرسم نهرا، أرسم بحرا وطفلا يلعب بالألوان. أنا الفأر الرسام، أنا الفأر الفنان.